شوف الوضع عامل ازاي بقى في الغردقه بعد الحادث اللي حصل امبارح. معانا من هناك زميلنا محمد رياض. مساء الخير يا محمد، قول لي الوضع عندك، طبيعه الاجراءات الامنيه، تداعيات الحادث وتاثيرها على الناس العاديه وحتى السياح ما تبقى منهم يعني في الغردقه للاسف. مساء الخير عليك لبنى. يعني بالفعل أقف أمام فندق بيلا فيستا، هذا الفندق الذي حدثت بالأمس العملية الإرهابية بداخله. هناك عدد كبير من قوات الأمن تحيط بالمكان، وهناك انتشار أمني مكثف في جميع أنحاء مدينة الغردقة. التفاصيل التي سأسردها لك لبنى الآن هي من واقع شهود عيان ومن واقع مصادر أمنية، حيث أن ما قيل في وسائل إعلام غربية وبعض الوسائل الإعلام الإخبارية أن المسلحان قدم عن طريق قارب من البحر هو ليس كلام لا أساس له من الصحة، حيث أن شهود العيان أكدوا أن الإرهابيان دخل مترجلين إلى المطعم الخلفية والملحق للفندق وجلس لبرهة، ثم قام فجأة بإشهار الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم، ثم قالوا عبارات وترديد عبارات الله أكبر، ثم رفعوا علم تنظيم القاعدة أو علم تنظيم داعش، وهو المعروف هو علم أسود مكتوب عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ذلك قاموا بالاعتداء على إحدى السائحات التي كانت تجلس في المطعم، بعدها قاموا بطعن إحدى السائحين، وعندما هرع جميع السياح الموجودون في المطعم إلى الفندق ذهبوا وراءهم، ولكن فجأة حصرتهم قوات الأمن بعد الصراخ والعويل. وقام في هذه الأثناء أحد المتهمين أو أحد الإرهابيين بالتهديد بأن لديه حزام ناسف وأنه سوف يقوم بتفجير هذا الحزام، وعند هذه اللحظة قامت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية عليه فأردته قتيلا وأصابت الإرهابي الثاني. المعلومات الأولية التي حصلنا عليها لبنى هم شخصان شابان، الأول يبلغ من العمر 22 عاما وهو طالب وهو من محافظة الجيزة، والآخر شاب يبلغ من العمر 30 عاما وهو من منطقة حلوان. أيضا مصادر توصلنا إليها هنا من مدينة الغردقة خاصة من المباحث والأمن العام أن ليست هذه هي المحطة التي كان يقصدها الإرهابيان، لكن كانوا يقصدون الممشى التجاري في شارع شيراتون، ولكن عندما وجدوا عدد كبير من قوات الأمن منتشرة في الشوارع ذهبوا، وكانت هذه هي الجهة التي استقروا بها داخل هذا المطعم من أجل فعل هذا فعل هذا العمل الإرهابي. ولكن هناك انتشار أمني، هناك لبنى دعيني أقول لك عدم رضا بين العاملين في الغردقة وبين أيضا السياح. هناك عدد كبير من السائحين لا يزالون موجودون في مدينة الغردقة، ولكن البعض منهم لا يشعر بالاطمئنان أو عدم الاستقرار خاصة في المدينة عندما جاءوا إليها أكثر من مرة. البعض طالب المحافظ وطالب مدير الأمن بانتشار أمني مكثف لمنع مثل هذه الاعتداءات. أما بالنسبة للعاملون في مدينة الغردقة هناك حالة من الإحباط خاصة عندما تقوم السياحة وتنشط السياحة يحدث حادث إرهابي يعود بها إلى مربع الصفر مرة أخرى. هذه هي الأحوال الموجودة هنا لبنى، ولكن الأمن مستتب بشكل كبير، وأيضا هناك حالة من الرضا بين المواطنين لسرعة تدخل قوات الأمن سواء من شرطة السياحة أم من المباحث لإنهاء هذه الأزمة، طيب وإلا كانت هناك أعداد أكبر من المجرح. طيب تمام، أنا بشكرك طبعا على المعلومات، وكثير منها حاجات يعني للأسف مؤسفة وخطيرة في نفس الوقت، هنتكلم فيها كمان في فقرتنا الرئيسية اللي أفكركم مرة تانية هيكون موضحها الأحداث الإرهابية واختلافها كمان في الفترة الأخيرة وإزاي نتعامل معها على المستوى الأمني والإجراءات المطلوب اتخاذها. شكرا زميلي محمد رياض. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مرة تانية لمتابعة أخبار.